أثلج الصدر صحوه إثلاجا. حيهم مؤمنين أو مؤمنات، حي فيهم للصالحات انتهاجا. حي جيلا صحا فقرت عيون وانتشى الدين فرحة وابتهاجا. الطموح والنجاح والهمة هو التحدي الكبير في هذا الحياة، وهو أمر ينشده كل الناس، والوصول إلى النجاح عبر جسر صغير اسمه الهمة العالية أو الطموح أو الإرادة أو الانهض من سريرك. انهض من سريرك اليوم لحياة جديدة، غادره لتبدأ طريقك طريق النجاح، ضع أول خطوة، لا تعبأ بالشوك الذي يدمع قدميك، انهض وبادر. فما زلت شابا أو ما زال في العمر مهلة أيضا، ابني لنفسك مجدا، اصنع لحياتك تاريخا، سجل اسمك في صفحات التاريخ المجيد. هيا انهض، دع عنك الكسل والتواني، كفى كسلا، كفى نوما، كفى لعبا، قم احفظ، احضر درسا، اكتب بحثا، سطر مجدا. والحر لا يكتفي من نيل مكرمة حتى يروم التي من دونها العطب. لما تبقى في مكانك؟ لما لا تتحرك؟ فالكون كله يتحرك، والحياة كلها تتغير، وأنت لازلت في مكانك. أنت أنت كما أنت قبل 20 سنة وثلاثين سنة. نسبة المحفوظ لديك هو هو، نسبة القرآن الذي تعرفه هو هو، العلم الموجود لديك أيضا هو هو، ليس لديك مشروع تقوم به. إن النجاح أيها الإخوة كامن فينا وفي داخلنا، نملك آلاته، نملك وسائله، لكن متى نقطة البداية؟ متى تعلق الجرس؟ تسأل عن أعمال الخير من الدعوة إلى الله وطلب العلم والعبادة مع توفر السبل وسهولتها. يا أيها الناس، كم عدد المتخرجين من الكليات الشرعية؟ وكم هم الأشخاص الذين لديهم علم شرعي، سواء تخرجوا أو لم يتخرجوا من كليات شرعية، لكن أين أثرهم؟ مساجد في قرى وفي مدن، بل ويسكن أحيانا شخص متعلم في حي فلا أثر له أبدا، بل ويكون الشخص أحيانا متعلم في داخل بيته ولا أثر له أيضا في داخل بيته. فنعوذ بك يا رب من العجز والكسل. وأنا وأنت ينبغي أن نكون جنودا في هذا الدين، ولا نظل أناسا عاطلين مهما بلغت أعمارنا أو قل مستوانا التعليمي أو غير ذلك. كل واحد ينبغي أن يقوم بواجبه ودوره. حينما يقولون كن واقعيا يا أخي، كن واقعيا، يعني كن ميتا، كن يائسا، كن مدمرا، كلما حلمت بشيء قالوا كن واقعي يا أخي، لا تكن مثاليا، وهي أشياء في مقدور الناس ويمكنهم أن يفعلوها. لا داعي لهذه المغامرات، لماذا لا تعيش مثل ما يعيش الناس، فتصبح عندئذ ماذا؟ مجنونا وليس عاقلا. فك قيود الواقع وحباله وارمي بها وراء ظهرك، وعش واقعا أنت تصنعه ثم تبنيه ثم تجد ثمرته في يوم من الأيام بإذن الله تعالى. كان رجلا عاديا، وكان إذا مشى وتكلم مع الناس قالوا إن صوته يشبه صوت الضفدع، هكذا يقول الناس عنه، صوت الضفدع. فاقتنع بأنه مثل صوت الضفدع، ثم بدأ يبحث عن أعمال له، فعمل بائع جرائد عند إشارة، ثم انتقل بعد ذلك في غسل أحذية الناس. وفي يوم من الأيام أعلن عن وظيفة راقية جدا، وهي غسيل سيراميك CNN، إذاعة CNN. فقدم لها أحسن من غسيل الأحذية أكرمكم الله. فدخل بعد ذلك إلى CNN وعمل مغسلا لسيراميكها ومنظفا لأرضياتها. وفي يوم من الأيام جاء الحدث الذي قفز بهذا الرجل، حيث أن مذيع نشرة الأخبار على الهواء تأخر، فلم يجد أحدا يلقي تلك النشرة، فجاء مدير الإذاعة وقال اصعد إلى مكان النشرة وألقها، فألقاها، فإذا به مذيع مميز وليس ضفدع، وهو يتقاضى اليوم في السنة 10 ملايين دولارات راتب، يعني 37 مليون ريال يتقاضى هذا الرجل، ناهيك عن نسبته في الإعلانات وغيرها في برامجه، ولا يكاد ملكا من الملوك إلا قلة منهم إلا وقابله ذلك الرجل في برنامج مشهور له. أحيانا نحن للأسف الشديد تجد أننا نرضى ببعض العبارات ونعيش واقعنا على عبارات الناس، لا لا، ولكن المهم هو أن تصنع شيئا تثبت للناس بأن ذلك الواقع ليس بالصحيح، أن الصراع بين الماء والصخرة يكسبه في آخر الأمر من؟ الماء وليس الصخرة. عاشر أصحاب الهمم العالية وطالع أخبارهم قدامى ومعاصرين. اقرأ في ترجمة عمر ذاك حاله، كان يصلح الشاي في المكتبة الظاهرية، ثم أصبح عالما من علماء الشام، وهو صانع شاي فقط، وألف معجم المؤلفين
8 مجلدات، وأعلام النساء 5 مجلدات، وغيرها من الكتب. فما الذي يمنعك أن تكون شخصا ذو شأن في هذه الحياة؟ فقط حدد وجهتك واسأل الله عز وجل التوفيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله، وفي رواية: والقنوط من رحمة الله تعالى. أنت تتعامل مع الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، والذي يقول للشيء كن فيكون، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وكل شيء في هذا الكون تحت أمره سبحانه وتعالى. فقط أحسن الظن بالله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء، وابذل بعد ذلك ما ترجوه عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أوصد باب فتحت أبواب كثر، خاصة في هذا الزمان أيها الإخوة، ينبغي الإنسان ألا يتوقف أبدا عن فعل الخير. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ورحم الله: من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة، فلا تكن يا أخي، لا نفكر بأن الدعوة هي خطبة على منبر أو محاضرة أو حلقة أو غير ذلك. أين أنت من النصيحة الفردية والكلمة القصيرة والمراسلة وكتابة المقالات والمشاركة في الندوات وكتابة القصص الهادفة والمشاركة في مكاتب الدعوة وإتقان لغة للدعوة بها وتأسيس قناة أو مجلة أو موقع أو توزيع شريط أو كتيب أو نظم شعر في مناصرة الدعوة أو أعمال إغاثية أو بحوث تهم البلد أو تطوير الحلقات أو برامج للشباب أو برامج للأطفال أو برامج للفتيات؟ المجال كبير، ففجر طاقتك يا أخي، واجعل هذه الطاقة في أعمال خير تنفع بها نفسك ودينك وأمتك وبلدك الذي تعيش فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة على نفسك. الطموح هو الجد والعزم والإباء والترفع عن سفاسف الأمور والنظر إلى معالي الأمور. كان أحد المزارعين واقفا مع أطفاله الصغار الذين جاء بهم لأول مرة إلى مدينة الألعاب، فلما أعطي سأل عن عدد، عن قيمة تلك البطاقات، بطاقات اللعب، وجد أنها بمبلغ كبير ليس معه، وهو رجل فقير وكان وراءه رجل غني، فانتبه لهذا الأمر فأسقط مالا من جيبه وقال للرجل: كأن هذا المبلغ سقط عنك أو سقط عليك. فعرفه السر وأخذ المبلغ وسدد عن أولاده، ثم دخل بعد ذلك مدينة الألعاب ورجع ذلك الغني ولم يدخل. اعمل بهدوء، إذا أردت أن تعمل لابد أن تهدأ، ليس بالضرورة يكون لك صخب. دائما الأصوات المرتفعة دليل على الفشل. الهدوء الذي يوصلك بإذن الله تعالى إلى نجاح مستمر. إذن يا أحبتي الكرام، يا أيها الشاب، يا أيها الشيخ، يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة، يا أيها المسلم، لا تتأخر، فلم يعد هناك وقت للتأخر. دعك من أحلام اليقظة، فالمخفقون في حياتهم هم أكثر الناس خيالا. احلم ولكن عش بهذه الأحلام على أرض الواقع، وضع خطتك وسر، لا تشعر نفسك بالنقص، فليس أكثر تدمير للإنسان من الفقر المعنوي. ليس هناك شخص ناقص، هناك شخص أقل من شخص في جانب معين أو مهارة. لا تحزن على ما فات، وانظر إلى المستقبل نظرة تفاؤل وبناء، فما بقي فيه خير كبير لحياتك. لا تنتظر ساعة الصفاء، فكثير من الناس يؤخرون كثيرا من أعمالهم بانتظار الساعة الفارغة تماما والظروف الخيالية واللحظات الخالية من أي عمل، وهذه للأسف قليلة الحصول، وإن حصلت فلفترة وجيزة جدا، ولكن الصحيح هو العمل ولو كان نصف ساعة. فيا أحبتي الكرام، الجنة تنتظرنا جميعا، فلا نفرط في أي لحظة وفي أي عمل وفي أي فرصة يمكن أن نصعد من خلال هذه الفرصة درجة من درجات الجنة. فالجنة درجات، والسعيد من حرص على الفردوس الأعلى. اللهم فارزقنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا يا رب العالمين من الموفقين لكل خير، اللهم استعملنا في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم افتح لنا أبواب خيرك وفضلك يا رب العالمين، اللهم افتح لنا أبواب فضلك وخيرك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تجعل المسلمين